عشان المشكلة الحالية ما تتكررش تاني في حياتك في 5 أشخاص اوعى تنساهم في حياتك. ابن اللحظة اللي سابك اول ما وقعت وجري عشان يسبقك، وابن الاصول اللي شد ظهرك ولو بكلمة صادقة من جواه او ابتسامة تطمنك، وابن اللئيم اللي كان فرحان قوي عمال يتفرج عليك من بعيد ومستني نهايتك، وابن الإمعة إن أحسن القوم أحسن وإن أساء أساء وفضل يطبطب على كل الأطراف مستني يشوف مين اللي هيكسب، وابن اللذينة اللي كان السبب في المشكلة أصلاً.